السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم من مركز الأخبار بتلفزيون سلطنة عمان، وإلى حضراتكم أخبار الخامسة وفي أبرز عناوينها. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتبادل برقيات التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية. السلطنة تدين التفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الكرادة بالعاصمة العراقية. حياكم الله. تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، فأصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. وذكر مصدر مسؤول بشرطة عمان السلطانية أن الذين تشرفوا بالعفو السامي بلغ عددهم 156 نزيلا، منهم 51 نزيلا أجنبيا. ويأتي العفو السامي من قبل جلالة القائد الأعلى أيده الله تزامنا مع مناسبتي عيد الفطر المبارك ويوم النهضة المباركة 23 من يوليو المجيد، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء. مع حلول الأيام المباركة لعيد الفطر السعيد وتضرع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بالدعاء إلى الله العلي القدير أن يتقبل صيامهم وقيامهم وصالحات أعمالهم، تبادل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقيات التهاني بهذه المناسبة الجليلة مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة. وقد عرب جلالته في برقياته لهم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات لهم بوافر الصحة والسعادة ومديد العمر ولشعوب دولهم بطراد التقدم والرقي والازدهار، داعيا الله تعالى أن يعيد عليهم هذه المناسبة السعيدة وأمثالها وعلى شعوب دولهم وجميع المسلمين بالخير واليمن والبركات. كما أعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو القادة في تهانيهم لجلالته عن أحر التهاني والتبريكات، سائلين الله العلي القدير أن يحفظ جلالته على الدوام بموفور الصحة والعافية ومديد العمر، وأن يحقق بقيادته الحكيمة لشعبه الوفي المزيد مما يصبو إليه من تقدم ورخاء وازدهار، وأن يعيد المولى سبحانه وتعالى هذه المناسبة المباركة على جلالته والشعب العماني والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والسؤدد. وقد تبادل جلالته حفظه الله ورعاه برقيات التهاني مع كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية، فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية، فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، فخامة الرئيس إسماعيل عمر غيلة رئيس جمهورية جيبوتي، فخامة الرئيس المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان، فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، فخامة الرئيس دكتور فؤاد معصوم رئيس جمهورية العراق، فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، فخامة الرئيس عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة، دولة فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جلالة السلطان حاجي حسن البولقية سلطان بروناي دار السلام، جلالة الملك المعتصم بالله عبد الحليم معظم شاه ملك ماليزيا، فخامة الرئيس الدكتور إلهام حيدر علييف رئيس جمهورية أذربيجان،
فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، فخامة الرئيس جوكو ويدودو رئيس جمهورية أندونيسيا، فخامة الرئيس إسلام كريموف رئيس جمهورية أوزبكستان، فخامة الرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فخامة الرئيس ممنون حسين رئيس جمهورية باكستان الإسلامية، فخامة الرئيس محمد عبد الحميد رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، فخامة الرئيس قربان قولي بردي محمدوف رئيس تركمانستان، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، فخامة الرئيس إدريس ديبي رئيس جمهورية تشاد، فخامة الرئيس علي بونغو أونديمبا رئيس الجمهورية الغابونية، فخامة الرئيس الدكتور يحيى جامح رئيس جمهورية غامبيا الإسلامية، فخامة الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، فخامة الرئيس إمام علي رحمانوف رئيس جمهورية طاجكستان، فخامة الرئيس المازبك أتام بايف رئيس الجمهورية القرغيزية، فخامة الرئيس نور سلطان نظر بايف رئيس جمهورية كازاخستان، فخامة الرئيس عبد الله يمين رئيس جمهورية المالديف، فخامة الرئيس محمد إسوفو رئيس جمهورية النيجر، فخامة الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، وفخامة الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا رئيس جمهورية مالي. كما تلقى جلالته أيده الله برقيات تهنئة بهذه المناسبة المباركة من أصحاب السمو وأصحاب المعالي الوزراء والمستشارين ومن المكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والوكلاء والسفراء العمانيين المعتمدين بالخارج وسفراء الدول العربية والإسلامية الشقيقة والصديقة لدى السلطنة ومن كبار المسؤولين في العالمين العربي والإسلامي ومن شيوخ وأعيان البلاد ومن المواطنين. أعربوا جميعهم من خلالها عن تمنياتهم القلبية لجلالة السلطان المعظم بهذا العيد السعيد وعاطر تمنياتهم لجلالته بمنفور الصحة وتمام العافية ودوام السعادة والهناء مقرونة بالدعاء إلى المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويمد في عمره وأن يعيد عليه هذه المناسبة وأمثالها بمزيد فضله وإحسانه وعلى عمان الغالية وشعبها الوفي وقد تحققت له كافة الآمال والتطلعات في ظل قيادة جلالته الحكيمة وكل عام والجميع بخير ومسرة. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم أبقاه الله برقية تعزية ومواساة إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الأمير منصور بن فيصل بن سعود بن عبد الرحمن آل سعود. أعرب جلالته فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته داعيا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالة السلطان المعظم أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته بوافر الصحة والعافية والعمر المديد سائلا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على فخامته وقد تحقق للشعب الجزائري الشقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي. كما بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس جورج كارلوس فونسيكا رئيس جمهورية كاب فيردي بمناسبة العيد الوطني لبلاده. تضمن التهاني وتمنيات جلالته الطيبة له بوافر الصحة والسعادة ولشعب بلاده الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس نيكولاس مادورو رئيس جمهورية فنزويلا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمنها جلالته أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بوافر الصحة والهناء وللشعب الفنزويلي صديق الطراد التقدم والنماء. أدانت السلطنة بشدة التفجير الانتحاري الذي وقع
في منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد، وأسفر عن مقتل أكثر من 165 شخصا وإصابة ما يزيد عن 225 آخرين عند أحد المراكز التجارية ذات الحركة الكثيفة للمواطنين الأبرياء خلال شهر رمضان المبارك. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها رفضها واستنكارها هذه الأعمال الإجرامية بشتى الأنواع والأشكال التي يذهب ضحيتها الناس الأبرياء، وتتقدم بصادق العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية العراق الشقيقة حكومة وشعبا، متمنية للمصابين والجرحى الشفاء العاجل. نشرتنا مستمرة من تلفزيون سلطنة عمان وتتابعون فيها بعد الفاصل. حركة شرائية نشطة تشهدها أسواق ولايات ومحافظات السلطنة قبيل عيد الفطر السعيد. يسر وزارة الأوقاف والشؤون الدينية أن تدعو المواطنين والمقيمين الكرام لتحري هلال شوال لهذا العام، وذلك مساء يوم الثلاثاء 29 من رمضان 1437 هجرية، والذي يوافقه 5 من يوليو لعام 2016 ميلادية. وفي حالة رؤية الهلال يرجى الاتصال على هواتف مكاتب أصحاب السعادة الولاة أو أصحاب الفضيلة القضاة أو على الهواتف التالية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وكل عام وأنتم بخير. مرحبا بكم مجددا. ساعدت برامج التوعية التي تدرجها وزارة التنمية الاجتماعية للأسر والأفراد المستفيدة من الضمان الاجتماعي في تطوير إنتاجيتهم، حيث انخفض عدد المستفيدين من الضمان العام الماضي بالمقارنة مع الأعوام الخمسة الماضية التي شهدت ارتفاعا تصاعديا في أعدادهم. 84,000 عدد الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي بالسلطنة حتى نهاية العام الماضي بإجمالي مبالغ مصروفة بلغت 131 مليون ريال عماني. الإحصائية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أشارت على أن العام 2015 شهد انخفاضا لعدد حالات الضمان الاجتماعي للمرة الأولى بالسلطنة، حيث سجل خلال الأعوام السابقة منحنى تصاعديا بداية من عام 2011 إذ بلغت 71,000 ليرتفع إلى 84,000 في العام 2014. نسبة الضمان الأكبر ذهب للمستفيدين من فئتي الشيخوخة والعاجزين، حيث بلغ العدد في فئة الشيخوخة 33,000 وبلغ العدد في فئة العاجزين 26,000. وبين العامين 2014-2015 انخفض عدد المطلقات المستفيدات من الضمان الاجتماعي بنسبة 1% ليبلغ عددهن حوالي 12,000، كما انخفض عدد الأرامل المستفيدات بنسبة 8% ليبلغ عددهن حوالي 6,000 حالة، وانخفض عدد النساء اللاتي هجرن أزواجهن بنسبة 56%. وحول الفئات العمرية التي استأثرت بالضمان الاجتماعي، جاءت الفئات العمرية 60 سنة فأكثر على 43%، تلتها الفئة العمرية من 45 إلى 59 عاما بنسبة 17%، ثم استحوذت الفئتان العمريتان من 15 إلى 25 عاما و30 إلى 44 عاما على 16%، وحصلت الفئة العمرية من 0 إلى 14 عاما على 8%.
محافظة شمال الباطنة استحوذت على حوالي ربع الحالات المستفيدة من الضمان الاجتماعي، حيث سجلت حوالي 21 ألف حالة، تلتها محافظتي شمال الشرقية وجنوب الباطنة بنحو 9000 حالة لكل منهما. تنشط الحركة الشرائية في مختلف أسواق السلطنة خلال اقتراب مناسبات الأعياد، حيث تنشط الهبطات التي تتوافر فيها الأغنام والمواشي، إلى جانب التسوق الذي يعد جزءا من العادات والتقاليد قبيل عيد الفطر المبارك. التقارير الآتية تستعرض الحركة الشرائية في بعض ولايات ومحافظات السلطنة. تعد هبطة نخل من الملتقيات الاجتماعية المهمة التي يحرص الكبار والصغار على ارتيادها كل عام، وذلك ضمن استعداداتهم لعيد الفطر المبارك. وقد شهدت هبطة عيد الفطر بالولاية هذا العام تفاوتا في الأسعار مع ارتفاع ملحوظ خاصة في أسعار الأغنام، إذ بلغ أقصى سعر لها 340 ريالا. تعود 300 شيء ضاهم، الأول بسبعة عاد بو يبيع بخمسة وعشرين قرش. اليوم فرق واجد، فرق يعني وصلنا على 300 400. الأطفال يحرصون هنا على شراء الألعاب والحلويات، بينما يبحث الكبار عن مستلزمات العيد. أما هذا الرجل فقد لفت انتباهه هذا الخنجر التقليدي الذي ساوم على شرائه. النخل يكون الأغنام يعني كما تقول أكثر، يعني كثرة الأغنام وكبر الأغنام وكل شيء متوفر يعني على بقية الأسواق. وفي الوقت الذي يفضل البعض التسوق من هبطات العيد التقليدية، يحرص آخرون على التسوق من مراكز التسوق الحديثة التي توفر مناخا ملائما للتسوق. الأسواق الحديثة يعني أحصل كل شيء موجود، يعني ما يحتاج أني أدب أتنقل من مكان لمكان، هو نفس المكان موجود وفي عمال مهيئين أنهم يساعدوا الزبون. سوق داخل المحلات المغلقة على أساس أنه أول عملية التخزين جيدة، أيضا توفر كل الأشياء ما يطلبها المستهلك. شهدت المحلات التجارية بالولاية حركة نشطة مع اقتراب عيد الفطر المبارك ومع توفر مختلف السلع التي يحتاجها المستهلك. هبطة نخل التي تحيط بقلعة الولاية التاريخية تعد ملتقا سنويا للباعة والمشترين، يعرضون فيها مختلف السلع التقليدية استعدادا لعيد الفطر المبارك. سيب بن خلفان الكندي من هبطة نخل، محافظة جنوب الباطنة. مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك، تشهد الأسواق والمحلات والمراكز التجارية نشاطا ملحوظا في ولايات محافظة شمال الباطنة، حيث حركة الناس الذين جاءوا للتزود باحتياجاتهم ومستلزمات فرحة العيد. هبطة سوق صحار تشهد إقبال كبير من المجتمع العماني طبعا والزبائن، وفي حركة اقتصادية كبيرة تشهدها الولاية في هذه الأيام. التجار من جانبهم استعدوا لهذه المناسبة التي تشكل موسما تنشط فيه تجارتهم التي تتنوع وتتعدد لتلبية كل الرغبات. كل شيء الحمد لله رب العالمين متوفر في السوق، من احتياجات الأسرة واحتياجات الأطفال والكبار والصغار الحمد لله رب العالمين متواجد، يعني من ألعاب ومن أشياء، كل ما تحتاجه الأسرة في عيد الفطر أو عيد الأضحى متواجد في هذا السوق الشعبي. طبعا هذه البسطة أو هذا السوق بس فقط مؤقت فترتي عيد الأضحى وعيد الفطر. الأسواق الحديثة بطابعها العصري لم تلغي الدور الذي تشكله الأسواق التقليدية بتقسيماتها وزواياها التي تتزين بالباعة من كبار السن والشباب. المتسوقون تتوزع حركتهم بين محلات بيع الملابس والكماليات والهدايا والمجوهرات وبيع الخضروات والفواكه وبيع المواشي وغيرها من الاحتياجات الأخرى. إذن هكذا تشهد الأسواق والمحلات والمراكز التجارية في محافظة شمال الباطنة زيادة في حركة الشراء خلال هذه الأيام. من محافظة شمال الباطنة، علي بن سالم البادي. حركة ونشاط وازدحام أحيانا في الطرقات، هذا هو الحال هذه الأيام في الأسواق، فالكل يتأهب ويستعد لعيد الفطر السعيد من خلال شراء مستلزمات وحاجيات العيد. في كل عيد لازم يعني نشتري شيء جديد، مثلا تفصيل القمصان يعني نسمى عندنا القميص، ونشتري الكوافي والساعات، واللي يبغى يشتري مثلا نعال
طبعا كل شيء جديد يعني. اشترينا الحمد لله من استلزمات العيد كافة، من تحضيرات له، من ماكولات إلى لبس إلى شراء، والحمد لله أجواء طيبة خير وأمان. الحلوى العمانية بمختلف مذاقها في مقدمة مائدة العيد، فلا يكاد بيت يخلو منها ولا تحلو مائدة العيد إلا بوجودها. أنواع الحلوى أنواع، بالزعفران والحلوى السوداء بالحليب وبالتين وباللبان، هذا والمطاطية، والله اللي قبل أكثر شيء من النوع الزعفران ومن النوع الأسود وباللبان. قد اشترينا. اشتريتم ايش؟ اشترينا هذاك حلوى الآن دحين باشلها من عند حمد بإذن الله. دشاديش فصلت ولا بعدك؟ الله أكبر. ثمان دشاديش. والله ثمان. نعم. والمسرات كيف؟ والمسرات ثمانية. كل واحد على لونه. والله عجبتني الحلوى العمانية، ترى هي هذه من أصولنا القديمة يعني، فلازم نأخذها يعني في كل عيد يعني. السوق يشارك الجميع فرحة العيد، فها هي أبوابه مفتوحة حتى الساعات الأولى من الصباح. اشترينا فواكه، اشترينا مكسرات، اشترينا ملابس، اشترينا عطور، اشترينا بخور. ما شاء الله مستعدين العيد ونستوق يعني نتسوق في السوق الشعبي الحافة. بمناسبة عيد الفطر السعيد يحرص الجميع على شراء مستلزمات العيد. محمد من بخيت حصون الشحري، ولاية صلالة، محافظة ظفار. في ختام النشر هذا تذكير بأهم العناوين. جلالة السلطان المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه يصدر عفوه السامي الخاص عن مجموعة من نزلاء السجن المدانين في قضايا مختلفة. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يتبادل برقية التهاني بمناسبة عيد الفطر المبارك مع أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية والإسلامية. السلطنة تدين تفجير الانتحاري الذي وقع بمنطقة الكرادة بالعاصمة العراقية. في ختام نشرة تقبلوا تحيات فريق العمل في مركز الأخبار، في أمان الله.